من المرسيدس بنز براند سنتر في دبي، والأوفرود إكسبيرينس من المرسيدس بنز أوفرود إكسبيرينس سنتر. توريكم البقي اللي خذون ياخذوننا من السنتر عشان يودونا المضمار هناك، وشون الخياط كله AMG نفس الجلد. والله بعيد ان شاء الله الحين توكل على الله روح هناك. فمن AMG سنتر المرسيدس بنز براند سنتر الى your ultimate proving ground in the heart of Dubai Design District. We showcase the G500 على باكج اكسسوارات، سلة وايد حلوة، سلة عليه اوف رود باكج. هنجربه الحين، نطلع عندنا 18 اوبستكل كورس، يعني 18 مكان ندش فيهم بالسيارة. الحين نجرب هذا المانيوال، توكل على الله. الشغلات الاساسية اللي نحتاجها حق الاوفرودينج مع الجيب، توكل. يلا توكل. بعد ما تحط لي الاوفرود لو رينج، هذا بيتحول لجي مود. جي مود من الكمفورت تحول حق جي مود، وهذا لا بس على السنتر. بداية بنصير على السنتر، على الاول، على كل اوبستكلز تحتاج انك تغير، مثلا تحتاج الرير الفرونت حسب الاحتياج هني، فما نشغلها عشان ما نضغط على السياره. اوكي، فيرست اوبستكل عندنا اكسل تويست، هني نختبر الدفلوك السياره مع الفلكسبيليتي للليذر فريم، انه يبين ان الليذر فريم كيف يكون فلكسبل على الشغله. الحين هني نحن نفس ما قلت مع سنتر دفلوك، بعد ما اصعد، بعد ما التواير تحصلهم بالبور، اي ما تحس ان السياره ما تتحرك، يحتاج ان اشغل دفلوك. كيف الفلكسبيليتي؟ الحين التاير اللي ورا عندك معلق بالهواء، متر و40، متر و40 مرتفع. هني الحين اشوف عندنا تايرين بس السياره ما تتحرك، أيه. عندنا سبرينج ويل، فهني بنروح مع الدفلوك الثاني اللي هو دفلوك خلفي عشان نقفل ورا ونطلع. أيه. هذا الفلكسبيليتي، صح، انك تحس السياره نازله صاعده بس انت من داخل ما في وايد حركه. هذا اول اوبستكل، هنسكر الدفلوك طبعا لانه هني عاد ما نحتاجه. في عندنا شغله مسوينها بولدرز، يقول لك تصير مناطق جبليه ساعات في حفر نازل مطر، سيارات الثانيه لازم حد يكون باك اب معاه، تعال اسحبني. اي صح باك اب يجي هني منه وفي الحين هني انا في حفره نفس ما تشوف، بسير على الدفلوك الاول بس اللي هي سنتر. بعد ما دخلنا لاحظ السيارة علقت خلاص، هي. ما تطلع، صح، امسك بريك. صديقنا الدفلوك الخلفي من الدفلوك انجيج ما يتحرك خلاص. صديقنا الثالث البك اب الثالث الدفلوك الامامي، شوف السيارة، والله الحين السيارات الثانية ما عندها الدفلوك الامامي، يعني ماشي سيارات ثلاث دفلوكات، اما هذه من 1979 الدي ان اي ماله بعد. فنفس ما لاحظ بعد ما علق بس الدفلوكات وطلعت من السيارة. طلعت، اي في باور اللي بس تقفل على اي دفلوك خلاص السياره على طول تطلع، يعني تطلع. هو يشوف لك وين في عندك سبيننج ويل، يعطيك الجرب حق التاير نفسه ويطلع لك. ونفس ما تشوف هذا على فكره ما ما, ما رافعينه، هذا الستوك سيارة، اي الستوك، بس اللي مغيرين حاطين الاوف رود تايرز والرنجر. زوايا اللي الحين قاعد ندشها حيل قوية، فالفلكسبيليتي هذا دكتور عشان الليذر فريم مش يونيتشر بودي، يعطيك الفلكسبيليتي فما تحس انه يضرب على الحصان. وازيد يعني اضيف على كلامك ان على كل هالزوايا اللي دشيناها والفلكسنج اللي قاعد يصير
السيارة ما طلعت ولا صوت، يعني ما تسمع ان البادي قاعد يسوي فليكسينج وكثر ما البادي يعني قوي. زين هني عندنا انكلاين 60%، 60% سيارة قادرة. صعبة هذه، سيارة قادرة تطلع على راحات، يعني نقدر نسرع في السيارة. اذا انت حاب تقدر تسير على راحات، انت شو بشوف اشري ايه، بشوف اشي على الراحة شلون، ولا انت شو ببالك؟ يلا توكل على الله، توكل على الله. عندنا وصلنا على، نحن ارتفاعنا 9 امتار. نعم هذا طبعا اعلى نقطه سياره توصلنا في الديثري عندك برج خليفه. الحين الشغله الثانيه في الاوفرودنج، ساعات انت يوم تنزل من الصعدات لازم تركز على الريس والبريك والستيرنج. اما هني مع جي احطيه في الام 1، هني الام 1 شغال عندي. بعدين حتى اذا كنت على النزله انا الحين ما ماسك بريك السياره من نفسها، بس هي تمسك بروحها. انجن بريكنج سيستم ويسوي نظام شيء كنترول انجن. في حال انك نسيت شيء ورا محتاج تسوي متى ان شاء الله عليه. شنو هذا؟ السياره تطلع علي جري جري يصعد. وهذا النزلة 80، يعني زاوية الانحدار 80 بالمئة. أنا قاعد شيء بدش من الجام، يعني ماك شيء ماسكنا الحزام ماسكنا. عندنا شغلة ثانية اللي هي بولدرز، نفس ما سمنا على الأحجار هناك المناطق الجبلية، في ساعات تكون عندك ما في مكان ثاني تصير له إنك تصعد عن حصافة مع الجيب، ما تخاف تقدر تسير على راحات. نفس ما راح نقول ما بيكون في ستراكلينج للسيارة، بس نحن شوي بيكون عندنا ستراكلينج عشان نفسك عيال. إيه صح، اما السيارة على راحات تطلع. وهني بعد في حال انه كان في انزلاق ولا شيء تقدر تشغل الفلوك الثالث يعطيك ستيبيليتي والسيارة تطلع. الشغلة الثانية اللي بنجربها عندنا جرافلز، يعني الجرافل يكون لوس، زلق سيارة. فهني نفس الشيء على الام 1، ام 1 حتى اذا انا سويت بوش للسيارة، الحين انا طبعا بدون بريك، لا بريك ولا شيء، السيارة من نفسها تبي تسوي كنترول على على راحات تنزل. انت اللي عليك بس تجود الستير. في شغلة هذه في السيارات الجديدة مسوينها هني اوف رود كار، بس هني لان عندنا نحن الدرجه القديم فنسير هني. هذا ليش نحتاجه؟ هذا نحتاجه عشان نعرف نحن على اي زاويه بنكون. اوكي، في يعني سنسر داخلي. اوكي، اذا انت في الشارع زحمة ولا شيء دور لك اقرب رصيف. لا طبعا هذه في مناطق جبلية ساعات تكون المنطقة ضيقة، فلازم تصير على الحاف. فالفلكسبيليتي للسيارة والاستيبيليتي للجيل لين 38، بس نحن هي على 30 عشان سيفتي، نحن نمشي بس هذا ما نطلع على 38، بس تقدر تشوف اللوطية كيف هي. السيارة فليكسبل على الراحات مع ان وزن الجي انت تعرف 2600 كيلو، يعني فليكسبل ستيبل ما في مشكلة السيارة. بعدين شغلة ثانية يقول لك نفس الشيء، اذا ايام الامطار شفت لك حفر، هذيك الحفرة حفرة عميقة بس تقدر تشوف السيارة على الراحات وما بيكون في صوت نفس ما قلت، لانه ما بيدق. شوف ديكورات ماكو اي صوت، طب لهم ديكورات ماكو اي صوت. في شغلة عندنا في شهر 4 كان نازل مطر، في شوارع عندنا امتلأت ماي، ففي سيارات علقت، سيارات ما قدرت تكمل الا الجي عندك في سنسر تحت
اول ما تدخل في الماي يسكر لك الريسبيريشن من تحت يشغل لك الفم. يعني تقدر تقول بلت ان اوفرودينج فيتشر في موديل. هني الحين عندنا 35 سنتي 35 سهم بالنسبه للجي. احب اسير الطرف الثاني، الطرف الثاني يكون 70 سنتي. فعشان السناس السنسر موجود، فمن تدخل في الماء خلاص انت هناك تنفس الموتر الماء دايما. من هني 70 الحين 70 70 بس 70 طبعا ما بسرع عشان ما يدخل الماء. صح صح، لان الليمت للجي 70. اوكي يوصل الخط لما الخط الربل اللي بدل. ايه احنا الحين اوف رود صجي ولا شوف العلامه دكتور هنا 85 ايه. 85 طبعا ما بنطلع مع السياره ما نقدر ايه. تري الجي 580 لان الجي 580 تقدر تطلع 85 لان فيها بطاريه اي البطاريه رافعه عطلك مساحه 10 سم زياده اوكي نقدر نتخلى. وفي عندنا جيتا والجي ستيرينج عشان الدريفتينج هذا كله في اوبستكل ثاني. اخر اوبستكل بيكون بالنسبه للجي نفس الشيء سايد ستوب، بس هالمره انت بتكون الطرف الثاني. اللعب يكون عندنا سيلف درايف دكتور، ان شاء الله نشوفك هني تقدر تجرب السياره. ان شاء الله راح يكون بعد السيلف درايف من اهم التورست اتراكشنز في دبي. يعني هذا بروحه اللي احنا فيه، انا اعتقد ترى اكثر الناس يبون يركبون معاك محترف والسواقه يعني كافي، ما اعتقد انه يحتاج احد بروحه يسوق هني لانه يبي له شخص محترف اللي يقدر يعرف شلون يطلع السيارة ويعرف شلون ماكسيمم يعطيك الماكسيمم قدراتها. ان شاء الله نحن بنكون معاكم، بتكون في السيلف درايف بيكون سهل ان شاء الله، لان السيارة نفس ما شفت الفيشرز مبسط ما في شيء يعني معقد. شغلات الثلاث دفلوكات لورين عندك المانيوال الباقي خلاص كلها تكون سيارة مفسدة. تجربة وايد حلوة ولازم تكون جزء من تجارب الناس اللي تحب تزور دبي، لأن الجي كلاس وهذه التضاريس هي تمثل جزء صار جزء من ثقافتنا بعد. أشكرك مرة ثانية على هذه التجربة الجميلة. فرصة سعيدة إن شاء الله، وإن شاء الله المرات الجاية بعد مع اعضائنا من الفريق واي واحد اي يعني تجربه عائليه هي. فاللي حاب ان يدش هذه التجربه التسجيل عن طريق المرسيدس بنز براند سنتر اللي هو مركزهم، وراح نحط بعد لينك في الفيديوهات حق المكان.